فضيلة الشيخ، هل التكبير ليلة العيد وكذلك صباح يوم العيد يكون بصفة جماعية وبصوت واحد؟ لا، هذا بدعة. الصفة الجماعية، صوت الجماعية لا بدعة، كل يكبر لنفسه، كل يكبر لنفسه، ولا يكبرون تكبير جماعي، لأن هذا بدعة. ما عهد عن السلف الصالح أنهم يكبرون جماعيا، وهذا يحول التكبير إلى أغاني وأناشيد، وهذا محرم. نعم.